مشاهدينا الأحبة من أرض معرض بغداد الدولي للكتاب بدورة الـ24 مستمرين بنقلنا المباشر من قناة الأيام الفضائية لأجواء هذه المعرض ونشوف أهم الإصدارات والفئات الموجودة وأيضا نطلع على آخر الأمور الموجودة أيضا من أفكار اللي جذبني اليوم في إحدى يعني هذا النظام كي 1 وهذا يجي بالتسلسل كي 13 عندهم ديكور كلش مميز لدار تمكين للنشر والتوزيع ديكور باللون الأخضر اللي ما موجود من شهداء وأيضا صور للمراجع وأيضا هذا الدار معني بنشر الثقافة الشيعية لشهدائنا الأبرار وأيضا في كتب بإصدارات منوعة راح نعرف تفاصيلها ونعرف أجواءها. تعالوا يانا خلينا نتعرف على دار تمكين. هم انه البنات يشترون هنا الشباب هم اللي يحضرون الكتب. ليش تهربتم؟ بدنا نسالكم. السلام عليكم. على الاقل واحد منكم راح نعرف دار تمكين من خلالكم. السلام عليكم. اهلا وسهلا عليكم. سلامة الله شرفتونا. اهلا وسهلا. الله يبارك فيكم. الله يحفظكم. ملاحظه مهمه لكم وللجميع انه الاعلام هو سندكم. فعلا اذا انتم تتهربون من الاعلام بهذا النشر يعني حقيقة هو الاعلامي اصلا هو هسه شوفي هذا الاعلامي خاف من الكاميرا. الاعلامي خاف من الكاميرا للاسف الشديد يعني ما اعرف ليش رحت اعلام. تعال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. حياكم الله يحفظكم. الله يخليك. الاعلام دائما جري يحب الكاميرا بس هو انواع انت خلف الكاميرا تشتغل فلذلك ما تحب. هذا لا خدمتكم. الله يحفظكم. دار تمكين. نعم. عرف لنا اياه. دار تمكين طبعا هو دار مهتم بنشر ثقافه وارث الشهداء لا سيما شهداء الحشد الشعبي وشهداء المقاومه واكيد يهتم بتراث ال البيت عليهم السلام. اللي جذبني هنا قبل كل شيء قبل لا اعرف محتوى الدار هو الديكور. طبعا فكرة الديكور شلون اجتكم؟ طبعا قبل يومين من المعرض قعدنا هنا طبعا ابو حيدر لسه مو موجود بديناها بزيارة عاشوراء كل واحد يطرح فكرة وفكر بسيطة جدا ومو مكلفة همينة وشوية شوية نعدل نفسط في الشيء تبردنا فكرة شوية جديدة وبنداتي صار هذا مثلا هذه خلينا نشوفها مشاهدينا هذه مثلا اي لا ما يعتبر من ضمن الديكور اللي موجود هي. يعني سبق الدار اللي مسويناها اي اكو منها مرايه صحيح. على شكل خارطه فلسطين. ايضا مرايه على شكل الحاج قاسم سليماني اللي صحيح. موجوده اللي عجبتني انا حجزتها ترى خدمتكم. الله يسلمكم. الفكره اجتي بهذا التجمع الحلو والمبارك توفقتوا ما شاء الله. اود ان انوه على مساله كل ما بالدار اغلبهم يعني متطوعين فانا اداوم بداره بعد دوامي اجي اخدم هذا الدار والاخ 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 الى اخره. غايتنا انه نشر تراث الشهداء والمقاومه ايضا. احسنتم. اهم الاصدارات اللي موجوده في دار تمكين. والله الاصدارات يعني رادلنا ثلاث ساعتين يلا نسولف. اللي طرحتوها هذا العام في دوره معرض بغداد الدولي للكتاب. مثلا. مشروع الفكر الاسلامي في القران الكريم للسيد الخامنائي هذا من اصدار. وعندنا نهج الامام الحسين هي سلسله حواريه في الثوره الحسينيه سماحه السيد هاشم الحيدر. وكثير اكو عندنا مثلا روايات ايضا هنا رحله روح وكثير يعني من عندنا اوكار استكبار موجوده والاستماع وثلاث دقائق في القيامه. هاي اصدارات هذا العام؟ اي والله هواي يعني قلت لكم موجوده هنا بس لان ابرزهم مثلا. اسعارهم؟ اسعارهم مناسبين جدا. يعني تتراوح 4000 دينار 5000 دينار. قلت لكم يعني هذه الاموال ليست ربحيه انه تجمع من بعدها نسوي بها اصدارات جديده. هسه عندنا هواي اصدارات نريد نطبعها بس ننتظر انه بعد المعرض ان شاء الله نعزل هذه الاموال اللي جامعيها نصدر بها كتب ان شاء الله. يعني اكو مبيعات كانت برقم مميز يعني الاقبال على المعرض شلون شفت؟ اكو كثير من الروايات يعني خلال يومين خلصا وسويناها طبعه ثانيه، بالمناسبه هسه هذه الاستماع هي الطبعه الثانيه، تعرفون يعني الطبعه الاولى ايش قد؟ تقريبا 1000 او 1000 وهذه هي الطبعه الثانيه وهذه هي الطبعه الثانيه كلهم حتى الاقبال كان جيد على المعرض؟ نعم اقبال بالضبط يعني اقبال جدا رائع هاي السنه خصوصا الكتب الاسلاميه. نعم الله يحفظك. جيل ما شاء الله يحب يختار مواضيع مهمة تفيده. اللي لفتني أيضا اللي هي ها يلا خلي يجيبها
نقرأ وخلينا نشوفها. طبعا هي هاي تعتبر الكوفية وبنهايتها تدرج انه هي الكتاب. نعم. اي نعم كتبنا كتبنا تطير الى قلوبكم. هي اللي جايه من الكوفيه هذه اللي هنايه تمكين حضاره مقاومه، هاي يعني تشد على القوه والعزم، وهذه هي الكوفيه اللي مالتنا موجوده تدرج تدرج وتكون نهايتها اللي هي شعار الكتاب. طيب شلون الناس تتواصل وياكم بعد انتهاء المعرض؟ ها عندنا طبعا هو عندنا بيجاتنا على انستغرام تمكين دار تمكين، يتواصلون ويانا ونجهزهم وكل خدمه توصيل. نعم اضافه سبيلنج او شيء، بس دار تمكين بدار سلاش تمكين، مجرد ما يكتبون بالانستغرام دار تمكين تطلع دار ومكتبه دار تمكين. نعم. شكرا لك استاذ، موفقين، عاشت ايديكم بمكان اصلا يفتح النفس وبكميه اكسجين، لان الخضار الموجود وبالزرع الطبيعي فكره حلوه، حلو انه واحد يهتم بالديكور لانه يجذب نظر. شنو؟ اي نضيف مثلا عندهم هنا اشياء حلوه اللي هي الفواصل الكتاب عند القراءه، مثلا هذه للشيخ بهجت وغيرها من شهداء المقاومه الابرار، حاج قاسم، ابو مهدي وغيرها من شهدائنا، فواصل مهمه لكل محبين الحشد الشعبي المقدس. خلينا نستمر وياكم بتغطيتنا هذه المباشره من ارض معرض بغداد الدول للكتاب. خلينا نشوف المجمع العلمي العراقي. هذا المجمع معني بالدراسات العراقية، وهذه الدراسات هي تفيد لكل المقبلين على الدراسات العليا ورسائل يعني والأطاريح، وأيضا لطالبتنا الأعزاء بمواضيع مختلفة راح نتعرف عليها ونعرف تفاصيلها وأهم الأشياء اللي موجودة بيها. مثلا هذا مدخل الى التربيه، مثلا اي احد اللي عنده باختصاص تربيه اكيد يحتاج منه ياخذه كمصدر ويشير اليه. تعرفون احنا الهوامش مهمه بالمصادر، والطلاب يعرفون هذا الموضوع، كميه المصادر تحكم على درجه البحث، مو صحيح استاذ؟ السلام عليكم. نعم عليكم السلام ورحمه الله. تعريف للمجمع. المجمع العلمي العراقي مؤسسه حكوميه تهتم بالدرجه الاولى بالعنايه باللغه العربيه، اضافه الى الحفاظ على التراث وإصدار الكتب والمجلات العديدة المختصة بالتاريخ واللغة العربية والآداب. بداية نرحب بكم بجناح المجمع العلمي العراقي. شاركنا بهاي الدورة، الدورة 24 معرض بغداد الدولي، حيث أولى السيد رئيس المجمع العلمي الاهتمام الكبير في المشاركة بالمعارض المحلية والدولية إن شاء الله. شارك المجمع العلمي بإصداراته بالكتب العديدة بمختلف المجالات، مثل ما قلنا إضافة إلى مجلته الشهرية مجلة أوراق مجمعية. هذه إصدارات هذا العام 2023؟ نعم، هاي عندنا آخر إصدار 2023، هي مجلة شهرية تحتوي على كل عدد يحتوي على ملف خاص، مثل ملف تاريخ العلوم عند العرب، ملف في اليوم العالمي للمرأة، مصادر ممكن تفيد الطلاب. بالضبط، احنا هنا هدفنا الأساسي دعم طلاب الدراسات العليا من ماجستير ودكتوراه، أكثر شيء يستفادون هي كتب مصادر، كتب كل ما قدم عليها الزمن زادت قيمتها، واحنا هنا مشاركين أسعارنا جدا مدعومة، يمكن احنا اقل جناح من ناحيه الاسعار. اليوم هو اليوم اللي 11 من معرض بغداد، شلون شفت الاقبال عليه؟ والله هو كل معرض نهايته يوم 10، هذا المعرض تم تمديده يومين، هذا التمديد كان من خلال استبيان من قبل اداره المعرض الدور النشر، واحنا وافقنا عليه طبعا وفاء للجمهور العراقي المثقف الواعي. يعني أنا هذا المعرض شفت به اختلاف كل كبير، يعني فد اندفاع نحو الكتاب مو طبيعي. الأيام السابقة يعني لا تكاد تخلو من الصباح حتى المساء، الجمهور يطفون الإنارة على مود الجمهور بساعة 10 مساء حتى يغادر الجمهور، يعني جمهور متواصل طيلة الأيام السابقة. معرض ناجح بكل الامتياز. احسنتم، واضيف الى كلامكم هي مبادره اقرا، انطت فرصه لشبابنا اليوم يقرا وبمبلغ زهيد، هو 25، شنو 25 قيمتها صارت هسه مع ارتفاع الدولار؟
تمام، فهذه فادت شبابنا اليوم قدروا ان يقتنون اشياء وكتب مجانا وهذه فادتهم، واتمنى هذه المبادره تتضاعف. شكرا استاذ، الله يحفظكم. اكيد احنا مستمرين وياكم بتغطيتنا هذه المباشره من ارض معرض بغداد دول للكتاب، نتعرف على اهم اللي موجود هنا بالاضافه الى ما ذكرنا من دور نشر مختلفه. في ايضا دعايه لكليات، والكليات مهمه جدا سواء من بغداد او كليات في محافظات. كليه الكوت الجامعه في من محافظة واسط. السلام عليكم. عليكم السلام، هلا وحبيبتي. هلا بيك. تعرف علي الست؟ أنا ست رنا، معاون مدير إدارة مركز البحوث دراسات ونشر اللي هو تابع لكلية الكوت الجامعة. عرفينا عن كلية الكوت. كلية الكوت هي من الجامعات الأهلية لمحافظة واسط، طبعا هي من أول الجامعات اللي الأهلية اللي محافظة واسط. هدفها إنه تبث العلم وتساعد الطالب. نعم. طيب ما يميز هذه الكلية اللي أنا من بغداد وممكن أروح أدرس في الكوت، مع أنه المعروف هو اللي يجون من المحافظات يدرسون بغداد؟ نعم. فشنو اللي يميز كليتكم حتى الشخص بعد يروح للكوت يدرس عندكم؟ بعد كليتنا بها عدة أقسام. نعم. وأقسامها حلوة، منها طب الأسنان والصيدلة والتمريض والتخدير. والمعدل عادة الطالب من يجي يريد يدخل كلية، نوبات الكليات الحكومية ما تنطي اللي هو يطمح إليه، فشوية هاي المعدل شوية يكون بتسامح نوعا ما. قبولكم بالمعدل باختلاف عن بقية الكليات. غير هذا وهذا، أنه الأساتذة اللي هم ببغداد هم نفسهم يروحون كلية الكوت، وأيضا هنالك كادر من مصر ومن سوريا ايضا يدرسون في كليه الكوت الجامعه. انا دا اقرا باقسام الكليه، اعلى ليفل عندكم هو الصيدله. السنه ايش قد معدلها وقبلتوا صيدله؟ ايش قد معدل؟ بعي احنا نتبع تعليمات الوزاره. ايش تقول الوزاره؟ احنا وياها. يعني وين المؤسسه انت قلتي؟ مهمه الوزاره اصلا، يعني شويه تسوي التسامح من يم الوزاره. نعم. درجه يعني؟ نعم بالضبط. اي شيء بسيط ابسط. دا لاحظ اكو يعني اقسام علميه وايضا اقسام اخرى ادبيه، لغه عربيه موجوده. نعم. اداره اعمال وغيرها. نعم. تجمعون بين الجامعات التربيه مثلا والجامعات العلميه، هي التخصصات العلميه والتخصصات الانسانيه متوفره موجوده. نعم. وها خل نسال على الاسعار. الاسعار يعني مثلا الصيدله وطب اسنان 7.5 بالسنه. اللي اعلى شيء واقل شيء ايش قد؟ نعم 1600 1.5 اللي هو ادنى شيء حسب اداره اعمال اكو. اداره الاعمال. نعم. تمام. شكرا لكليه الكوت الجامعه، موفقين ان شاء الله. وان شاء الله اللي يعجبه اكثر بالتفاصيل باكر اخر يوم تحبون تجون للموجوده بكي الدعش، هذا مكان الكليه، حتى تعرفون اكثر على تفاصيلها وشنو موجود بها، امتيازات، اسئله اخرى غير اللي انا سالتها. فالمعرض باكر اخر يوم استغل الوجود. خلينا ننتقل الى ديوان الوقف الشيعي، واكيد الديوان في دائره للبحوث والدراسات راح نعرف التفاصيل الموجود. السلام عليكم. السلام. هلا بالست، شلون ان شاء الله سنشت. عرفني عن الدار الخاص للدراسات والبحوث في وقف الشيعي. يعني من اي ناحيه؟ كل مضمون هذا الدار. يعني دائرة بحوث ودراسات، يعني دائرة بحثية من جانب الأطاريح، رسائل الجامعات، من كل تحتوي كتب مطبوعات، هاي المخطوطات، المصحف الكريم. يعني اليوم انتوا ارتئيتوا بان تختارون المخطوطات المهمة جدا اللي موجودة في ديوان الوقف الشيعي للناس تطلع عليها وتشوف شنو موجود. يعني انا دا اشوف اشياء ثمينة وقديمة جدا. نعم عرضتوها اليوم، تعتبر كنز. هاي كنز. نعم. اي تراث. طيب بالاضافة الى ذلك شنو حرصتوا اليوم من موجودة من مصادر مهمة؟ انا دا اشوف وراك مصادر. مثلا هنا الذكوات البيض، هاي ذكوات البيض خاصه بدائرتنا، يعني الطباعه يعني الخاصه بدائرتنا ذكوات البيض. من رسائل قلت شو اطاريح جريده قطوف عن تصدر عن دائرتنا، تجمع كل النواحي العلميه والثقافيه والادبيه تجمعها. طيب السؤال الاخير، كيف شفتوا الاقبال على المعرض خلال هاي الايام ال 11؟ والله ما شاء الله، والله يعني اقبال كلش روعه، من ناحيه الثقافه، من ناحيه يعني عدد الناس، الإقبال على القراءة، يعني من كل النواحي العلمية. والله كلش السنة يعني إقبال جدا متميز.
ودورة جدا ناجحة. أولادكم جو وياكم؟ أي جوي طبعاً جوي يعني شاركة. هاي فرصة طبعاً فرصة يعني من نقول من كل النواحي فرصة، أول فرصة علمية للاطلاع على كل الكتب العلمية. شكراً جزيلاً، موفقين دوماً، أكيد راح نستمر وياكم، لكن خلنا نأخذ فاصل بعدها راجعين. أكيد مستمرين بهذه تغطية المباشرة من أرض معرض بغداد دول الكتاب، ونشوف الأهم البثات اللي موجودة. ومثل ما نوهنا أنه تم تمديد المعرض اليوم مباشر أخير يوم، فاستغلوا الفرصة للمجيء المعرض والتعرف على أهم الأشياء اللي موجودة اللي راح تفيدكم وتفيد عوائلكم وأطفالكم. من البثات المهمة الموجودة أيضا العتبات المقدسة، العتبة الكاظمية المقدسة اللي فيها مجموعة من الكتب والإصدارات للدراسات العليا، وأيضا النوادر اللي موجودة راح نتعرف أكثر. وأيضا ما أنسى التخطيط اللي هو لإبراهيم النقاش الفنان اللي سبق وإحنا التقينا به في العتبة الكاظمية المقدسة اللي موجودة الأعمال مالته، راح نتعرف أكثر تفاصيل مع الأستاذ. السلام عليكم، تفضل هناين، الله يحفظكم، تعرف عليك. محمد سعدي فرحان، أحد خدمة الإمامين الجوادين، مركز الكاظمية الأحياء التراث. الله يحفظكم، ممكن نتعرف أكثر عن البوث وما عرفته من نوادر مهمة موجودة للعتبة الكاظمية المقدسة؟ والله هو بتوجيه من الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة، شاركت العتبة متمثلة بقسم الشؤون الفكرية والثقافية لعرض الكتب الخاصة في تاريخ الإمامين موسى بن جعفر ومحمد الجواد عليهم السلام وكل ما يخص تراثهما، ويعني شو ما نقول توجيهات الإمامين للعامة. ومركز الكاظمية لأحياء التراث شارك أيضا في بعض. بس ملاحظة، هذه إصدارات جديدة أم سابقة؟ سابقة وجديدة. جديد شنو جديد؟ مثل يعني الجديد عندهم حسب ما في الكاظم والغيث ومسند الإمام الجواد ومسند الإمام الكاظم، كواكب مشهد الكاظمين أيضا هذا جديد. ومركز الكاظمين الأحياء التراث شارك في عرض بعض الجرائد اللي عمرها ما يقارب 80 سنة. هاي جريدة الساعة صدرت في سنة 1946، وذيك الجرائد المتنوعة أيضا. أكثر من عدد محفوظة ومؤرشفة إلكترونيا. هاي تعرفين تاريخ بعد يعني لازم ينحفظ ومتاحة لغرض الباحثين والطلبة لإكمال بحوثهم، وهذه صدرت في سنة 1952 أيضا متنوعة ومحفوظة ومؤرشفة إلكترونيا في مركز الكاظمية، متاحة للباحثين وطلبة العلم والدراسات العليا. وأيضا عندنا بعض الإصدارات المركز اللي هي الكاظمية، العتبة الكاظمية المقدسة في الوثائق العثمانية، والكاظمية مدينة العلم والعلماء، وأما صلاة الجماعة في القرنين الرابع عشر والخامس عشر. وهذه العملات، وهاي العملات هاي صور عملات. صور عملات، خلينا نشوف بالله شوية، خلينا نتمشى هنا. هاي العملات تمثل العملات في زمن، هذه عملات اي تاريخ الملك فيصل الأول سنة 1932 إلى سنة 1953، واستمرت إلى سنة 1958. حياكم الله، مشكورين. ويعني أنا أشوف عمل ما شاء الله مبارك، بركات الإمامين الكاظمين سلام الله عليهم، الله يحفظكم، موفقين دوما. أشكرك جزيلا. أكيد مستمرين وياكم من بث العتبة الكاظمية المقدسة اللي موجود ب اللي هو الممر كي، وهذا L2. تعالوا باشر أخير يوم واستفادوا واخذوا هنا معلومات أكثر لكل الطلبة تفيدهم إن شاء الله. راح أنتقل إلى مكان آخر، خلينا نروح للعتبة الحسينية المقدسة، وأهم ما موجود أيضا في العتبة الحسينية المقدسة إن كان موجود أحد يتحدث ويانا. السلام عليكم، شلون الصحة؟ شخباركم؟ شلونك أستاذ؟ الله يخليك، إحنا سبق والتقينا بكم لكن إحنا أريد نطمع بالمزيد حتى نعرف بس وجهك على الكاميرا. أستاذ، شلون شفتوا هذه الفترة الإقبال على معرض بغداد الدول للكتاب؟ والله بالحقيقة معرض بغداد متميز عن معارض، خاصة هالسنة متميز كلش، ورواده كلش كثيرين. ومعرض بغداد هو له فد طعم يختلف عن المعارض. احنا كعتبة الحسينية دائما طبعا هي مشاركتنا ليس هاي الأولى لمعرض بغداد، هناك مشاركات
عندكم هناك معارض تقام في العتبة؟ نعم عندنا معارض، يعني احنا بكربلاء اكو معارض هي تقام سنويا، معرض ربيع الشهادة، معرض تراتيل، في معرض قريب، معرض الطفل بعد ان شاء الله وراها معرض بغداد. موعده بالتحديد؟ اي والله موعده ما ادري. الشهر العاشر؟ لا هي بهاي الايام، اسبوع تقريبا اقل. اي بدايه الشهر العاشر بدايه يبديه معرض، معرض خاص بالطفل بين الحرمين. اي منطقه بين في اعراض بي. المعرض خاص بس بالمنشورات الطفل، يعني المجلات، القصص، شغلات اطفال، العاب اطفال، شغلات يعني من ذني اليدويات. نعرف العتبه الحسين الصغير. نعم هذا الجناح هو اللي قائمه، هو مركز او قسم الطفوله عندنا، هو اللي يتمكن بحسين الصغير، هو اللي قائم على هذا الشيء. شكرا استاذ، موفقين ان شاء الله في عملكم القادم خدمه للطفل الحسيني المبارك. هنا في مكتبه فرويد لشبابنا، خلي اشوف اذا ممكن يحكون التفاصيل، لان تعرفون انه الشباب ملمين بالروايات والكتب التنميه وغيرها. السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ فرويد وما تحتوي، السلام عليكم، شلونك؟ عليكم السلام، الله يسلمك. اشرح لي شويه على مكتبه فرويد الشبابيه. اي احنا جدا شبابيه، احنا مكتبه قررنا انه نوفر الكتب الانجليزيه بحكم انه المعرض كله ما بي بس انجليزي بس احنا، وطبعا مالتنا زينه واوريجينال، فاحنا قررنا انه يكون الانجليزي هو هدفنا فقط، فالمكتبه كلها تحتوي على كتب انجليزي اوريجينال فقط. زين، اهم الاصدارات اللي ما نلقاها مثلا بس يمكم؟ اكو اغلب الاصدارات ما موجوده بالمعرض فقط عندنا. اي ونستهدف الشباب، عندنا كتب تطوير ذات وعندنا كتب روايات ايضا. كتب علمية موجودة لو ماكو علمية؟ كتب علمية موسوعات مثلا عن الارت، عن الفن، او كتب تكون مثلا عن السياسة، البوليتكس وهذا. زين، شلون شفت اقبال الشباب على المكتبة وعلى المعرض بصورة عامة؟ الحمد لله، يمكن احنا من اكثر الكتب، يعني اكثر المكاتب مبيعا. الفئة نستهدفها شباب واغلبهم مجوي، وسالفة الكوبونات والخصومات ومبادرة اقرا هواي زيدة القراء عندنا، وهواي زيدة المبيعات. يعني ربحتوا هواي؟ هواي الحمد لله. مبارك لكم، ان شاء الله يترزق لكم. طيب شنو تريد يعني فد ملاحظة معينة، ما انتم الشباب، خليني اسألكم على المعرض مثلا، اذا فد شيء ما موجود حاليا بهذه الدورة تتمنى انه ينضاف الدورة القادمة، في ملاحظة معينة عندكم على المعرض؟ لا والله، يعني انا احس هذا المعرض جدا ناجح، وقلت لك مبادرة اقرا هواي زيدة المبيعات، وهواي اكو تنظيم الحمد لله، فانا احس الكتاب يعجبني اشتري له، فهي ايضا ملاحظه جدا مهمه، وان شاء الله يطبقوها. احسن، شكرا جزيلا. خلينا نشوف شبابنا شو يشترون. شو هاي كيكه، شكو مناسبه؟ السلام عليكم، عيد ميلاد منو؟ عيد ميلاد صاحب المكتبه. صدق؟ وين هذا الولد؟ لا ما ادري، بس ندور عليه. ندور عليه بعدنا. اي هنا بمكتبه فرويد، بس وجهك على الكاميرا شويه. اوكي. لا لا لا، هو صديقنا تعرفنا عليه بالصدفة وحبينا نفاجأ بس بمناسبة عيد ميلاده. حلو، أشياء ذكريات تصنعون حلوة. زين، أنتم من عشاق أو قراء الكتب الإنجليزية؟ قريت كتاب، آخر كتاب قريت؟ كولين هوفر It Ends With Us، كان كلش حلو بصراحة. شنو اختصاصك؟ شنو تعمل؟ فارماسيست، صيدلانية. طبعا بعد. زين، الكتب اللي خاصة الكتب العلمية شفتيها؟ يعني استفاديتي منها؟ هو هنا بفرويد كل شيء اكو بصراحة، اي شخص حاب كتب علمية من هواية تفاصيل ممكن يلقاها بالمكتبة هنا. يعني انتي شخصيا كصيدلة، اي في الكتاب خاص بيك استفاديتي، لقيتي شيء معين؟ اكو دليل الصيدلة الناجح هنا يوفره، كلش حلو بصراحة، ممكن هم تستفاد. صحيحين الصيادلة انه يجون خلال هاي الايام؟ اكيد، هو بقى بس يوم، هو بس باكر باكر راح ينتهي، فانصحكم كلكم تجون. صنعت ذكريات حلوه خلال هاي الايام؟ كلش، كميموريز ويا الناس، يعني وصلنا فريندز ويا الكل بصراحه. شكرا جزيلا، ان شاء الله كل عام هو بخير، وصلون سلام القلائل، الله يحفظكم. مستمرين وياكم بهاي التغطيه المباشره من ارض معرض بغداد الدولي للكتاب، خلينا نبحث على شباب قراء. السلام عليكم، شلونكم شباب؟ شنو تحب تقرا؟ ما احب اقرا. ما تحب تقرا؟ ما احب اسوي لقاء. اوكي، انا اسفه، اعتذر اذا طفلت عليكم، بس حبيت انه شنو يقرون، شنو يحبون. خلينا نروح من هاي مصورنا، يلا مرحبا، شلونكم؟ شكو اعصابك شلون؟ ماما شو اسمك؟ اسلام. اسلام، شنو جايه؟ ايش تقرين؟ ايش تحبين تقرين؟ سولفي لي. قالي شويه ايجابيه، ليش جيتي تحكي وياهم بعصبيه؟ بابا ايش بيك؟ شنو تحبين تقرين اسلام؟
تخصص الروايات. اها المن يا ما شاء الله بعدك عنونه تحبين روايات؟ مثل اخر شيء قريتي شنو؟ ما اقرا صلوه مقاريه. اها ان شاء الله تلقين شيء مناسب. شلونك ماما؟ السلام عليكم. شو اخبارك؟ الله والديك خير يا حبيبي. جايبه البنات؟ اي والله عبالي نحصل شيء ماكو شيء. هم من اعمار 18 سنه صحيح؟ اي صحيح. فالبنات صغار؟ لا 18 سنه الى 35 ما قارئ التعليمات بابا، لذلك انت عصبي. من 18 سنه ل 35 سنه مع الهويه استنساخ، واحنا هوايه اخذوا واستفادوا بناتنا الحلوات صغار بعدهم. يلا ان شاء الله التعويض وبخدمتكم احنا نشتري لكم. لا تضوجوا نزلوا. الله يحفظكم الله يخليكم. ما اريد احد يزعل. باكر اخير يوم زين تونسوا شوفوا المكان زين تقريبا ان شاء الله. شكرا لكم. يلا فاصل وبعدها راجعين. رجعنا وياكم احبتي المشاهدين من دار الخلود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله نور بغداد بكم اخواننا. نور باهلها. منور باهلها والله اهل الكرم. الله يحفظكم. عرفنا عن دار الخلود. دار الخلود احنا بنطبع كتب تنميه بشريه وكتب في اللغه وكتب فلسفه وكتب ادب ودواوين شعريه. نعم روايات. نعم وروايات. وبنشارك في معرض بغداد الدولي من عام 2012. نعم. صارت لكم هنا صداقات واحباب. اصدقائنا كثير والله. اصدقائنا كثير عراقيين يعني. طيب رايك بالاقبال على المعرض خلال هاي ال 11 يوم؟ لا الاقبال هذا العام يعني افضل معرض اتعمل في بغداد يعني. ده اقبال شديد جدا جدا جدا، وخصوصا مبادره اقرا اللي عملوها بتاعت الكوبونات يعني عملت رواج جامد للمعرض يعني. طيب ممكن راح تجون بعد العام القادم؟ كل عام ما نقدرش ما نجيش بغداد، لازم نيجي بغداد كل عام. عندك ملاحظة ما على المعرض على المكان شيء ممكن نحسنه بالدورات القادمة؟ لا والله هو بس حاجة واحدة الدوام، يعني الدوام بيبقى كتير جدا يعني. احنا بنشتغل من 10 الصبح ل 10 مساء وده بيبقى كتير علينا احنا يعني. يعني لو يخلوه مثلا فترتين، فترة من 10 الصبح لغاية الساعة 2 ودوام من 2 ل 4 ونرجع تاني يعني. حلو حلو ملاحظة مهمة جدا. وإحنا هماتي بالنسبة للموظفين أيضا دوام يعني، هم الأغلب يرجع الساعة بثلاثة وهم دا نشوف هذا الوقت. أيوة. أصلا أعداد قليلة تجي. أيوة يعني هو لا مزبوط. هو لو يكون في الفترة من الساعة 2 للساعة 5 يعني يكون راحة. أيوة. يكون أفضل بكتير. يكون أفضل بكتير يعني. زين وين خلصتوا هاي الأيام؟ هنا بفنادق بغداد لو وين؟ قاعدين في فنادق في كار... شلون صح؟ الله يسلمك. اسف اذا قاطعتك دا تقرا. ما اسوي تعذر. على دار البشر انت الدار الاماراتي يمكن الوحيد هنا بالمعرض؟ والله الحج يعني مو. والله كل شيء ممكن نحكي وياك ممكن؟ يا اهلا الله يحفظكم. شلون الصحة؟ اهلا وسهلا الله يبارك في عمرك. تعبان؟ اي والله. تعبان؟ الحمد لله الحمد لله الله يبارك. بعد بس يوم واحد نورتونا واسعدتونا بوجودك. انا يبارك في عمرك يا رب. شلون شفت المعرض خلال هاي الايام؟ والله طيب جيد الحمد لله. احسن من سابقاته العوام الماضيه؟ يعني السنه دي الدعم اللي هم عاملينه والكوبونات هذه عمل رواج في المعرض. صحيح. وعمل اقبال ايضا على المعرض. عمل اقبال على المعرض. راح تزورنا مره ثانيه؟ من يشرب من نهر دجلة لازم يرجع تاني. مثل مصر تشرب من نيلها. هذا دار البشير أهم أصدار لهذا العام تشوفه موجود عندهم موجود عندكم شنو ممكن نعرف؟ عندنا كتب كثيرة لكن نريد مصدر مهم واحد. البلاغة التطبيقية والأسلوبية التطبيقية هذول من أفضل الكتب السنة. الأفضل وجودكم. شكرا جزيلا ممنون الله يحفظكم الله يخليكم. هذا دار إماراتي لكن أيضا موجودين العاملين فيه من مصر أم الدنيا أكيد اللي نورتنا بوجودها. أنا أريد أحكي شوية مين بس ما شاء الله عليهم هواية ناس. راح أيضا أحاول أنه أدخل دار العصر. السلام عليكم. شلون الصحة؟ شو أخباركم؟ شلونك يا أبي؟ أحلى ستة. شو أخبارك؟ الله يحفظك السلام. شنو عجبك هناين؟ والله هواي اكو اشياء يعني. ليش؟ يعني الشغلات الادبيه الشعر هذه موجوده. انا دا اشوف هنايا مستلزمات ايضا هنايا وهنايا تفيد الاطفال ما نوع انت ذكر. اكيد اكيد هسه جدول الضرب مثلا شيء اختبار الذكاء. اكو اشياء كلش حلوه يعني خاصه بالكتب المصريه يعني. زين. انت شنو اختصاصك؟ يعني هنايا مو اختصاص انا عائله.
صدق المجال زائر يعني. يعني لا انت شو تحب تقرا يعني اختصاص معين؟ اقرا روايات يعني مثلا روايات اللي موجوده على الزئبق موجوده هنا هسه. خاصة التراث المصري يعني. تحب المصري؟ فاطمية. اي يعني التاريخ هذا اي نعم هالاشياء. وما شاء الله المصريين ماخذين حصة كبيرة. كلش حلوة كلش حلوة. اي عندك خاصة عندك لبنان. لبنان. عندك جبران خليل جبران. يعني فد اكو اشياء. استمتعت بجولتك؟ الحمد لله. هاي أول مرة تجي معنا؟ لا لا هاي ثاني مرة. شنو الأولى عن الثانية شنو يبقى؟ والله الأولى إلي والثانية الهاي للطفل. بعدين ما اشتريت شيء ماما؟ بعد والله بعد. شنو تريد؟ هو شنو خلنا نعرف؟ جدول الضرب. جدول الضرب. جدول الضرب شايل لهم من هسه يفكر. شايل لهم إي والله زين. أكو شغلات أكد عليها ذيك الزيارة وعن يوم تريد تجيب. أخذ نظرة بالبداية وهسه يقول لك اشتري لي. إي أكيد. أجي ذكي ما نقدر. كل الذكي ما يغيرك شيء. شكرا لك وموفق ماما. شكرا لك شاهد تحفظ جدول الضرب. الله يحفظك. هنا دار العصر اذا يطلعوننا شويه. نعم هسه ست ممكن تجي لنا هنايا. السلام عليكم ست. تفضل هنايا يلا على ما تجينا. السلام عليكم. عليكم السلام. تسجلون؟ احنا مباشر طالعين مباشر. شلون الصحه؟ والله الحمد لله. شلون زار للمعرض؟ اي نعم زار للمعرض. هاي اول مره تجي؟ والله هذه مو زياره الاولى يعني خلال من تاريخ افتتاح المعرض الى الان صار اكثر من مره ازور هذا المعرض. حبا لهذا المعرض من جهه ومن جهه ثانيه هذا المعرض يشكل جانب ثقافي مهم في اثراء الجانب المعرفي والفكري. يعني انا اتمنى من الحكومه والجهات القائمه على هذا المعرض ان تمدد الفتره. مددوه يومين اكثر وان كانت اكثر لانه هذا المعرض شيء كلش حلو يثري الثقافه والفكر. يعني شوفي حضرتك هاي الكتب يعني هاش قد بها قيمه كلش حلوه لما تمدد المدة أكثر بحيث اللي يريد يطلع اللي يريد يقرأ. ترى هذه ثروة والله. أنت اقتنيت كتاب خلال هاي الفترة؟ نعم اقتنيت هذه الفترة كتاب وأكثر من كتاب ما بين روايات ما بين أعمال أدبية. وصراحة أنا استفاديت من عدها يعني هم أقرأ بها وأحاول إن شاء الله بهل يعني اليوم إن شاء الله هم أشتري كتب أخرى. إن شاء الله ممنونة جدا. شكرا جزيلا ممنون. أكيد مستمرين بجولتنا. دا نادي عليكم. شلون ست بس تعالي هنا الله يحفظكم. شلون؟ مية العيون حياك الله اهلا وسهلا بكم. انتوا اصحاب هذا الدار؟ دار العصر؟ خدمتكم. اشرح لنا شويه عن اهم ما يوجد في دار العصر. احنا دار العصر كتب متنوعه بس تختصر اكثر شيء بالتحويل للبحوث والرسائل والاطاريح الى كتب اللي الكتب اللي تختص بالمقاومه واللي تناولت الانتصارات فتره 2014 الى 2018 الى يومنا هذا. قل لي اهم المصادر اللي موجوده خاصه بالمقاومه. مثلا عندنا دكتور مصدق عادل الدكتور في كليه القانون جامعه بغداد. عندنا دكتوره ابتهال ايضا عندها التوجه نحو السياده. عندنا دكتوره ساره الاطروحه مالتها ايضا موجوده احنا محاولينها الى كتاب. عندنا خلينا نشوف اكثر دا يعرفنا الاستاذ على اهم المصادر الموجوده.
عندي دور تانية يعني. أيضا من مصر. مزبوط مزبوط. يعني معرفة اثنين. صحيح بس المكتب العربي للمعارف غير دار المعارف. عربي بإضافة كلمة عربي نقدر نتواصل وياكم على التواصل الاجتماعي مكتب. طبعاً. موجودة. أهم المصادر الموجودة في دار العربي للمعارف مو صحيح؟ صحيح العلوم السياسية وعلم النفس. دول أكتر قسمين إحنا مختصين بهم. أكتر ناس تهتم بالسياسة. صحيح صحيح. ده أكتر قسم عليه طلب في العراق هنا. مهتمين كتير وطالبين وطلاب ماجستير ودكتوراه كتير الحقيقة. شفت الشراء هنا خلال هذه الأيام؟ الإقبال الحقيقي السنة دي كان إقبال قوي مقارنة بالأعوام اللي فاتت. لا الحقيقة والمبادرة مبادرة اقرأ كمان ساعدت الناس كتير إنها تتشجع تيجي المعرض حصل رواج يعني. في مصادر مهمة طرحتوها في هذا العام جديدة نذكر بعض منها. يعني مثلا عندنا إدارة الصراع بين القوى الإقليمية في آسيا والدكتور إياد ده دكتور بالعلوم السياسية بجامعة بغداد ده من أهم الإصدارات الجديدة. العلوم السياسية تحديدا إحنا عملنا فيها حوالي 35 عنوان إصدار جديد السنة دي 2023 من أهمهم إدارة الصراع والمخاطر الاستراتيجية ومنطقة الخليج العربي في ظل المتغيرات الدولية في ظل عناوين كبيرة في ظل الظروف السياسية اللي بتعيش العالم العربي اهتمينا كتير بالمواضيع على الساحة السياسية حاليا بالذات في العالم العربي. أحسنتم موفقين إن شاء الله نشوفك في العام القادم. شكرا سلام عليكم بابا شلونك؟ سلام ورحمة الله. باحث مؤرخ محمد رحيم الجوراني من الناصرية. يا أهلا شرفتنا نورت بغداد الله يحفظك. شنو عجبك؟ وهذا مو عجبني وإنما هاي الدار أصدرت لي هذا الكتاب الصابئين من دائيون في العراق. أهل الديقار موجودين هواي صابئين. هواي صابئين بس مركزهم كذا مثل الفاتيكان مركزهم بالعمارة. أي صح. وعندنا نصفهم حوالي بالناصرية. فهاي دراسة شاملة لأول مرة تصدر عن طائفة الصابئين من دائي. عظيم. وعندي ثلاثة أجزاء عن الأهوار. حوالي 1170 صفحة لأول مرة بحث كامل يكتب عن الأهوار رجال الأهوار النظريات اللي طرحت على الأهوار الأهوار من العهد السومري للآن ونزوحة جفاف الأهوار إنسان الأهوار نباتات الأهوار كله بالكامل والنظريات اللي سبقته وعندنا بعد مثلا تكوين الاهوار شلون طيب لكل الباحثين دراسات عن الاهوار شلون يقدرون يتواصلون غير هذا الدار دار العربي للمعارف وين موجوده الكتب الخاصه موجوده بالناصريه اخذنا كميه كامله ووزعت على هاي كل الكتب كل لا ما موجوده بغداد ما موجود بالتسويق ماشي بالتسويق ومع الاسف انا اعلنت عنه قبل المعرض حوالي بشهر قبل لا يجون وما اجى احد بعد هاي فرصه احنا يعني اليوم التقينا بك طائفه الصابئه ما اشتروا اي ما عدا بس بالناصريه اخذوا لهم حوالي 50 كتاب اللي يبحث عن هذا الموضوع اكثر يتواصل وياك الباحث محمد رحيم الجوراني صفحتك موجوده على الفيسبوك على التواصل الاجتماعي وحتى بالكتاب رقم تليفوني شكرا لك الله يحفظك موفق نتشرف بك احنا شكرا لك يابا موفقين اهلنا في مصر اكيد احنا وصلنا وياكم للاسف للختام الجوله هذه خلصت بسرعه كانت ممتعه تعرفنا على كثير مواضيع مهمه فتاما تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل حيدر وكرار واخواننا الموجودين في مقر القناه شكرا جزيلا لحسن المتابعه كانت معكم نور العلي الى اللقاء